الاجراءات اللي اتخذت هي اجراءات خطيره، لانه احنا غاليين الديمقراطيه في البلاد، وما يمكنش الديمقراطيه في البلاد اذا كانت الادوات النضاليه ديال الحركه الجماهيريه سواء كانت نقد او لا كانت يعني المنظمات ديال المجتمع المدني الاخرى يعني كتعاني فيها او الديمقراطيه فيها ضعيفه. ولهذا يعني الا بغينا ديمقراطيه تكون عندنا في البلاد فبالضروره خصنا نبداو براسنا، ومنين نقولوا نبداو براسنا نبداو بالتنظيمات اللي حنا موجودين فيها، وحنا داخل الاتحاد المغربي للشغل آلينا على انفسنا باش نقولوا هذه المعركه هذه من اجل الديمقراطيه. اكيد اننا الى جانب يعني الديمقراطيه الاخرين سواء داخل الاتحاد او خارج الاتحاد، يعني هذه المعركه هذه خصنا ننتصروا فيها لانه هي مصيريه ماشي غير بالنسبه للمركزيه النقديه ولكن بالنسبه للشعب.